أبواب الفن الثقافة والفنون لمدينة تلمسان، مبادرة لتوزيع كمامات وقائية لفائدة المواطنين بمشاركة عناصر الكتيبة الإقليمية للدرك الوطني لتلمسان. كما خص أعضاء جمعية أبواب الفن عناصر الدرك الوطني بتكريم خاص نظير مجهوداتهم المبذولة في الميدان. التغطية كانت لمراسلنا أمين مسعودي. قمنا بتوزيع كمامات، وإن شاء الله في آخر الحملة التحسيسية سوف نكرم قائد كتيبة الدرك الوطني الرائد إبراهيم اليتيم، ونكرمه كذلك قائد المجموعة الإقليمية للدرك الوطني على مجهوداتهم اللي هم يقوموا فيها بها عفوا في سبيل الوطن من أجل حماية المواطنين من هذا الفيروس. وفي الحقيقة هما يعني بدون هذا الفيروس يستاهلوا أنهم يتكرموا، أنهم كافحوا من أجل حماية الوطن من أيادي الغدر وحماية المواطنين وممتلكاتهم الخاصة.